المشاهد الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من الحكيم في بيتك. ورمضان يعني يمشي مسرعا، رمضان يعني فيه كل التفاصيل الجميلة، رمضان كله خير وكل سكون وكل سكينة وكل علاقة طيبة مع رب العالمين من خلال العبادات اللي بنتعبدها ومن خلال تعاملنا مع البشر نفسهم في هذا الشهر الكريم. ربنا يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم بإذنه تعالى. يمكن الليلة الجمعة بنقول على كل السادة الحضور داخل وخارج السودان، ويوم الجمعة عادة اتفقنا أنه يكون معنا دائما دكتور عبد المطلب إمام مستشار النساء والتوليد والحمل الحرج. دكتور طلب حبابك عشرة، ونحن سعيدين دائما زي ما كل مرة بقول لك، وبقول لك أنه كتر خيرك أنك بتستقطع من زمنك الخاص وبتجينا عشان نوصل حاجة بسيطة للمشاهد الكريم. مرحبا الأخ وليد، ربنا إن شاء الله يتقبل الصيام والقيام، وإن شاء الله الحلقة تنال رضاكم إن شاء الله. إن شاء الله. والليل يمكن حلقتنا إن شاء الله حنتكلم عن الحمل بكل تفاصيله من البداية إلى إن شاء الله الولادة، وكيفية تحديد الولادة إذا كانت قيصرية أو كانت ولادة طبيعية. كل التفاصيل دي إن شاء الله حنبحر مع دكتور طلب في هذه التفاصيل، وياريت أنتوا تبحروا معانا في هذه التفاصيل. و أي شخص إن شاء الله محتاج لسؤال في هذا الموضوع، أرقام الهواتف أخونا جلال حينزلها لكم تباعا على الشاشة، وأيضا صفحة البرنامج على الفيسبوك الحكيم مع دكتور وليد، برضو حنحاول نقرأ مجموعة من الأسئلة. والبيحتاج دكتور طلب جاهز إن شاء الله حنديه كريت عشان ما يقابل دكتور طلب مجانا على حسب الرؤية. حبابكم عشرة. طيب دكتور طلب، يمكن قرار الحمل والولادة في كل دول العالم بيتخذوه الرجل والست طبعاً، إنه خلاص دارين نحمل. أيوة. في السودان بيجي كده غايته، بس زي ما بقوله بيرزقه. فالقرار لما نحن خلاص نقرر إنه نحن دارين إن شاء الله يعني يكون في حمل وكده، شنو هي الترتيبات عشان ما يكون الحمل ماشي بطريقة كويسة وما فيه مشاكل من قبل الحمل ذاته؟ يعني دائما قبل الحمل يفترض أي مرأة إذا كان عندها أي مشاكل طبية تحاول تتعالج منها، إذا عندها أمراض قلب، أمراض سكري، أمراض غدة، كل الأمراض المصاحبة للحمل قبل الحمل يفترض أن يكون الكنترول عليها مضبوط، على أساس أنها ما تأثر على الحمل تأثير سلبي. ده إذا كانت عندها حاجة. إذا ما عندها حاجة أهم حاجة أنها تأخذ الفوليك أسيد قبل الحمل أقل حاجة بشهرين، لأن الفوليك أسيد لقوا أنه هو بيمنع المشاكل بتاعة الجهاز العصبي، ما فيه الفتحات بتاعة الظهر بتاعة الجنين وكده، بالإضافة لأنها تبدأ بالتغذية الكويسة، يعني بمعنى أنه الغذاء بتاعه يكون متوازن، يعني فيه بروتينات، فيه دهنيات ما كثيرة، سكريات ما كثيرة، وكمية من الخضروات، يعني اللي بنهتم بالكوانت الكواليتي، ما بالعينه ما بالكميه. نعم كويس. نعم. وتمارس الرياضه، طبعا الرياضه مهمه جدا يعني، وتحاول بقدر الامكان تبتعد عن السمنه والناس اللي بيشربوا سجائر وبيشربوا دي، طبعا في المجتمعات الغربيه برضو يحاولوا يتفادوا الحكايه دي، والناس اللي بياخذوا اي ادويه قبل الحمل يراجعوا الطبيب بحيث ان الادويه دي ما تاثر تاثير سلبي على البيبي إذا حصل حمل. طيب نقول بحمد الله تم الحمل وخلاص، يعني عملت الفحص وطلع إنه في حمل، متين بتبدأ المتابعة مع اختصاص النساء والتوليد؟ متين؟ والله ما مجرد مجرد ما حصل الحمل يعني في الستة أسابيع الأولى نحن بنحاول نعمل نتأكد إنه في حمل. إذا تأكدنا إنه في حمل بعد ذلك بنشوف هل الحمل ده جوا الرحم ولا خارج الرحم. تمام. كويس؟ هل البيبي ده واحد ولا اثنين؟ هل حي ولا ميت؟ بمعنى هل إجهاض ولا حمل ماشي كويس ولا فيه مشكلة؟ هل الرحم ده فيه مشكلة ولا فيه لحمية مع الحمل؟ هل الرحم ده فيه أي مشاكل تاني؟ رحم واحد، رحمين، في المبايض فيها أكياس؟ هل الحوض بتاع المرأة ده فيه أي مشكلة؟ فدي الحاجات اللي ممكن تتعمل في بداية الحمل على أساس إنه نتأكد إنه الحمل ده البيبي النبض بتاعه مسموح، هو قاعد جوا الرحم،
الرحم ده ما فيه مشاكل، المبايض ما فيها مشاكل. دي الحاجات الأولية اللي احنا ممكن نشوفها مجرد ما يحصل الحمل. طيب نسمع تليفون هيام من بور السودان. هيام ازاي احوالك؟ السلام عليكم ورحمة الله. حبابك يا هيام، تفضلي. السلام كثير يا دكتور، الله يخليك حبابك. يلا انا عندي مشكلة ولحد الآن ما اتعرفت يا دكتور بدي. طيب مشكلتك شنو كده قول لنا. والله ما خليت دكتور في بور السودان، دكتور مصطفى الاجتماعي ده كنت تعرفوه، دكتور محمد. من غير ذكر اسماء نقول يا هيام، من غير ذكر اسماء قول لنا كده المشكله وتفاصيلها. طيب ما خليت انا دكتور في برتقال، جيت الخرطوم ما خليت دكتور. طيب قولي. مشيت الجزيره ما ادري ما خليت دكتور. مالك انت؟ الا دكتور عبد المطلب الامام ده قال لي سوريان كير وما عاد قدرت كان يتذكر كم، قلت لهم والله اسمع يعني بيقولوش خلاص طبلت. كده ما مشكله يعني، خليني اسمع قصتك وان شاء الله ربنا يجعل الحل على يديه. سمعينا. يستطيع والله العظيم بس إشارات بتكون في البداية متكرر يعني في العمر الصغير. ثاني مشيت عملت الفحوصات بيقولوا نورمال، لا في داعي لا أجسام مضادة ولا ده ولا دول، ما في حاجة حسب الفحوصات. ما حملت أنت يعني؟ لا لا بحمل، لكن بيموت يعني بيقولوا ما بيجي داخل الرحم بلا وكده. كم شهر؟ بيموت في كم شهر؟ والله شهرين ثلاثة شهور. مرة دي وصلت الشهر السابع سبعة في الخرطوم. أيوة الشهر السابع في المستشفى الأمل كان عملت العملية. وبعديها ثانية وهو برضه نفس الحالة. أنت متزوجة لك كم سنة؟ متزوجة من 2014. دي أيوة. 8 سنوات كده متزوجة. طيب أيوة. السؤال الثاني، أجهضتي كم مرة؟ السبعة شهور 8 مرات اشتباه. 8 مرات. خلي دكتور الطلب لو عنده سؤال ليكي وتأكدي تماما ان تذكري تقابل دكتور طلب ان شاء الله، وان شاء الله تلقي الحل على يديه، وان شاء الله ربنا يرزقك الذريه الصالحه. كانت مجانا تقابلي دكتور طلب. بس دكتور طلب لو عنده سؤال ليكي وبعد ما تكفي لي ادي جلال تحت رقم تلفونك واسمك بالكامل عشان ادي دكتور طلب تلقي اسمك في الريسبشن ان شاء الله. تمام كثير يا دكتور حبابي. ان شاء الله خلاص تمام مع الدريمه. الله يديك العافيه. الله يخليك. في السؤال بس قالت واحد في الشهر السابع وعمل له عمليه في الامل، ان شاء الله يكون حي يعني. يا الو؟ لا ما حي، ما حي كلهم ميتين. النبض بيجيب يعني توفى جوا قبل ما يطلع. ايوه طبعا الواحده دي من الحاجات المعقده جدا، حكايه الاجهاضات المتكرره يمكن لغايه 60% ما بتلاقي سبب واضح. يعني الناس دايما بتبحث عن الاسباب اللي ممكن تعمل اجهاضات متكرره، زي الاجسام المضاده، زي اذا كان في مشكله في الشكل بتاع الرحم ذاته. كويس يعني دي اذا ما اتلقت بعد ذاك تبقى المشكله اكثر تعقيدا يعني، لكن في النهايه الناس بتدي كميه من الادويه وبعد ذلك بتتابع الحمل ان شاء الله. انا افتكر اذا جيتي قابلتينا ان شاء الله احنا نشوف نعمل شنو. تمام ان شاء الله، وتطمنينا ان شاء الله ولدتي بالسلامه باذن الله تعالى. يمكن يا جلال عليك الله لو امكن، لانه خلاص بديت بالاجهاضات دي، الناس حيواصلوا لنا في الاجهاض ده طوالي. انا بوعد الساده المشاهدين الجمعه الجايه اذا كان في العمر بقيه دكتور طلب يتكلم لكم عن الاجهاضات. خلاص خلونا جمعة نتكلم عن حاجة محددة عشان ما نطلع بر السياق. الليلة بنتكلم عن الحمل ومتابعته والأمراض المصاحبة للحمل. طيب دكتور طلب وقفناك معلش. طيب بعد شهر ونص جيد وتأكدت من كل التفاصيل، دائما عندكم حاجة ثابتة وروتينية بتعملوا فحص بتاع بول وفحص بتاع دم في كل زيارة من الزيارات اللي بتجيها المرأة الحامل مع زوجها. طبعا ليه؟ أول حاجة بالنسبة للفحوصات بتاع الدم، أول حاجة نتأكد من الفصيلة. الفصيله بتاعت الدم طبعا، لانه اذا كانت هي الفصيله نيجاتيف والابو بوزيتيف معناه البيبي ده قد يطلع يا عليها او عليه. فاذا كان طلع على الاب في الحاله دي هي بتحتاج انه تاخذ حقنه بتاعت فصيله عشان اجسام مضاده تمنع الحمل الجاي، مش ده الجاي وغايه الجاي. اذا ما اخذتها وحصلت اجسام مضاده ممكن تحلل الدم بتاع الطفل الجاي ويطلع عنده غيرقان. فده بالنسبة للفصيلة، عشان كده لازم نتأكد منها. طيب الدم تاني الحاجة المهمة الهيموغلوبين. كويس الهيموغلوبين طبعا. الأنيميا واحدة من المشاكل الكثيرة جدا بالذات في الدول النامية بما فيها السودان. عندنا مشكلة كبيرة جدا بتاعت الأنيميا. الهيموغلوبين إذا كان أقل من 75 نعتبره بسيط.
تأثيره طبعا سلبي على الأم وعلى الطفل. على الأم طبعا أي التهاب هي ما بتقدر تتحمله، بتكون تعبانة شديد، بتكون عندها ضربات قلب زايدة، بتكون عندها لفات راس، بتكون عندها ضيق نفس، بتكون عندها وهن زايد أكثر من اللازم. البيبي ذاته بيطلع ما عنده مخزون من الحديد أو الفوليك أسيد، النوع اللي بيطلع بياكل الطين وكذا، ده بيأثر على النمو بتاعه، بيأثر على حتى الديفلوبمنت بتاعه، التطور بتاعه، حتى التطور بتاع البرين بتاعه وهكذا. برضه بنشوف الصفائح الدمويه، لانه في ناس عندهم طبيعه انه عندهم صفائح قليله او اثناء الحمل ممكن تكون بسيطه، وده ممكن يؤدي الى نزيف اثناء الولاده او يؤدي الى نزيف بالنسبه للبيبي بعد الولاده. ده بالنسبه للدم، بالاضافه للمكونات الثانيه ديك طبعا الدم الابيض. أيوة. اذا كان في اي التهاب بتلقاه عالي شديد جدا. طيب البول لانه بيورينا حاجات كثيره جدا، سكري، زلالي، اذا كان في التهاب، اذا كان بيعكس لنا اي مرض في الكلى، اذا كان في كميه من البول في الدم وهكذا. عشان كده احنا في كله حمل بنكشف الحياه الدم والبول، لانه نفس اعراض التهاب البول هي نفس اعراض الحمل. الام في الظهر، الواحد بتمشي الحمام كثير كويس بتشعر بحمى، الم في اسفل البطن، ونفس الشيء الاعراض بتاعت الانيميا نفس الاعراض بتاعت الحمل. فعشان كده احنا لازم نتاكد في كل مره انه الحاجات دي مظبوطه. طيب دكتور، طب بدايه اول ما بدا الحمل مع السيده وفرحانين بولدنا الجديد ده، في اشياء بيعتبروها كفهم عام في المجتمع السوداني دايرين نصححه، ما تطلعي سلم، ما تتحركي كثير، حتى العلاقه الزوجيه بينه وبين زوجها العلاقه الجنسيه بتكون محرمه في خلال الثلاث شهور الاولى. هل الكلام ده صح ولا الكلام ده عنده اي تفاسير علميه، ولا اذا خطا عشان احنا نصححه لكل المجتمع السوداني؟ ابدا، الحركه عموما في الحمل كويسه جدا، يعني طلوع السلالم ما فيه مشكله كويس. اي نعم قد يكون مصاحب بالم في الظهر ولا ضيق النفس، لكن ما بياثر على الحمل كويس. زي ما ذكرت العلاقه الجنسيه هي ما فيها مشكله، بس الواحد يشوف الوضع المريح كويس. مرات لا تحصل بعض الانقباضات لكن دي طبيعيه جدا. اي نوع من الرياضه كويس، يعني دائما الرياضه بس ما تكون يعني هيفي او بصوره ثقيله مثلا كويس. السباحه ما فيها مشكله كويس. ثاني ذكرت شنو انت؟ يعني طيب الرياضة، انت قلت كلام سمح جدا، قلت الرياضة مهمة للمرأة الحامل. بالتأكيد هم بيعتقدوا المشي ده زاي ممكن يؤدي إلى إجهاض. بالعكس، المشي ما بيؤدي إلى إجهاض، الرياضة ما بتؤدي إلى إجهاض. سباحة، السباحة بالعكس كويسة جدا بالنسبة للسيدة الحامل. يعني الإجهاض ده دائما، يعني دائما الناس في خلطة يقول لك والله أنا وقعت مثلا أو أنا أجهدت نفسي. الإجهاض أكثر الأسباب يمكن يكون في مشكلة في التكوين بتاع البيبي، ودي ما عندها أي علاقة بالتعب ولا يعني إذا كان في مشكلة في التكوين بتاع البيبي كويس، مهما عملت أنت ومهما أديت أدوية مثبتة بيحصل إجهاض، لأنه النبض بيقيف، لأنه الحمل اللي فيه مشكلة في التكوين ده إذا مشى للنهاية بيطلع مشوه. عشان كده ربنا بنزله في الثلاثة شهور الأولى. صح قد تكون فيها أسباب تانية كويس، زي التهابات ممكن تعدل، الملاريا مثلا، الحمى الشديدة، التهابات البول الشديدة المصاحبة بالحمى ممكن تعدل إجهاض أو ولادة مبكرة، نقص بتاع فيتامين د مثلا لبعض الناس، بذات الناس اللي بيكون عندهم إجهاضات متكررة ممكن يؤدي لإجهاض، بالذات فيتامين د. شايف يعني أي زول تفحص له فيتامين د عندنا هنا بنلقاه ناقص، يعني من أعراضه دائما الزول بيكون عنده فتور شديد جدا وضعف عام كده، ودائما بيشتكوا من الفتور وكده. فلما نفحص بنلقاه، لانه ما بقعد في الشمس حقيقه كثير، الناس بيكون لابسه واقي واقي ايوه الوجه زاد والوش مغطى وكده، ولا قاعدين يعني في الشقه 24 ساعه طالعين، ما معرضين لفيتامين د. عشان كده المشاكل بتاعت نقص فيتامين د كثيره جدا. الاكتئاب بعد الولاده دائما برضه يعزى لفيتامين د، نقصه برضه بيكون اكثر عرضه لضغط الجنين، الناس اللي عنده اكثر ضغطه لانه يجيهم سكر اثناء الحمل. يعني في مشاكل كثيره جدا في النقص بتاعه. معناها يبقى الحمل
يعني زي ما بقولوا عملية فسيولوجية ما فيها مشاكل. بالضبط. يعني زي ما بقولوا لما تمارس حياتك الطبيعية ما عشان نحن نصلح المفاهيم البرة دي حكاية إنه والله يا أخي أنت أمشي أهلك وأنا ما دايرة وراكدة في السرير طوالي طبعا في زيادة وزن. مشكلة زيادة الوزن دي يا دكتور طلب هل بدون مقاطعة من المشاكل زيادة الوزن دي ممكن تكون سبب في الإجهاضات وسبب في ضغط الجنين ويعني فيها مشاكل كثيرة مع الحمل. يعني عشان كده يعني يمكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي ما يحصل حمل زياده صح؟ صح. يبقى حتى لو أنت حملتي ووزنك كثير يعني من المفترض أنه تنقص وزنك. تنقص الوزن. لكن عموما هم طبعا في مفاهيم برضو خاطئة. الليلة أول ما حملت وكده بعد فترة من الزمن في الثلاث شهور الأولى بتقول لك والله يا أخي ده ما أنا ده الجنين يعني بتلقى بعد ذاك الوزن كله مرة زاد. فالزيادات دي نسبة قدر شنو في خلال الثلاث شهور الأولى والثلاث شهور الثانية والثلاث شهور الثالثة؟ هي إحنا بناخذ مثلا المتوسط 12 كيلو زائد ناقص يعني 12 كيلو متوسط في الحمل كله يعني 12 كيلو مقسمة ولا؟ هي مقسمة لكن تقسيم كده في احنا بناخده كأفرج يعني 12 كيلو عموما في خلال الحمل بتاعها. طيب الليلة لما في الثلاث شهور الأولى جات وفرحانين بالحمل وكده والمتابعة زي ما انت في الموجات الصوتية في خلال الثلاث شهور الأولى يعني بتفكروا في شنو أو بتشوفوا شنو دي واحد. الحاجة الثانية المفروض الزيارة كله كم؟ ما انت بعد 6 أسابيع الاولى جاتك في العياده عشان تتاكد من التفاصيل اللي قبل قلتها. نعم. ثاني بتواصل كيف في المتابعه بتاعتك؟ ثاني بنشوفها في نهايه الثلاث شهور. كويس. في نهايه الشهر الثالث ده انت ممكن تشوف المشاكل الكبيره اللي ممكن تكون موجوده في البيبي. بيبي ما عنده راس مثلا، بيبي عنده شفه هرنويه مثلا، بيبي عنده ثقب في الظهر، عنده اي مشكله في الاطراف، دي كلها ممكن تشاف. بعض المشاكل بتاعت القلب برضو ممكن تتشاف في الثلاث شهور الأولى. دي حاجة، دي إذا أخذنا التشوهات الخلقية. الحاجة المهمة الثانية الناس اللي عندهم المشكلة في الجينات، الناس الداونز كويس، يعني بيكون في العظمة بتاعت الأنفيمة بتكون صايرة أو ما في كله بيكون عندهم كمية من الموية في خلف العنق. بيكون عندهم مشكلة في واحد من الصمام الثلاثي بتاع الثلاثي الشرافة بتاع القلب. كويس. فدي كلها دلائل على إنه البيبي ده قد يكون عنده مشكلة بتاع الداون. كويس. فأنت بعد يعني ذلك يعني كل نقول معظم 90% من التشوهات الخلقية اللي بتحصل للجنين انتوا بتشوفوها من خلال الموجات الصوتية في الثلاث شهور الأولى تقريبا. هي ما بنقدر نقول تزعل لكن الحياة الكبيرة كبيرة. أيوة. لأن عندنا في 5 شهور تاني بنشوف دل الحتة اللي بنشوفها التشوهات عموما. الباقي كلها يعني بتفتش القلب، بتفتش الراس، بتفتش كل أعضاء البيبي، الصوابع، العيون، العظمين. كويس. يعني أي حاجة في جسم الزول. أنت أنسب وقت هو من 18 أسبوع لغاية 23 أسبوع، دي أنت بتقدر تشوف فيها أي حاجة. لكن الثلاث شهور الأولى دي اللي هي الكبيرة بتصحر ذكرناها دي يعني. طيب في خلال الثلاث شهور الأولى شنو النصايح المفروض كل سيدة هي حامل في خلال الثلاث شهور الأولى دي من المفترض إنها تمشي عليها؟ يعني دكتور طلب شنو الروشيتا اللي بيقدمها لكل السيدات الحوامل في خلال الثلاث شهور الأولى؟ والله شوف أهم حاجة التغذية. طيب كويس. تركز على البروتينات كويس والخضروات، تقلل السكريات كويس والدهون، وتبتعد عن المشروبات الغازية كويس، وال كل السجائر طبعا أهم حاجة، السجائر أو التدخين السلبي. يعني بيكون الراجل بيسجر في البيت والمرأة بتكون قاعدة جنبه. اللي هي بطريقة غير مباشرة هي بتسجر يعني. صحيح. كويس. بعد ذاك تتأكد إنه بتاخد الأدوية بتاعتها، الفيتامينات، الفوليك أسيد إذا كان فيتامين د، إذا كان الحديد كويس. والحمد لله يعني دائما بتلقى مركبات كثيرة جدا في مع الحديد. صح. فيه زنك وفيه فيتامين اي الجرعة المقبولة. وفيها الكالسيوم برضو، حاجات دي مهمة. كويس. بالإضافة للرياضة زي ما ذكرنا. كويس. وبعدين دائما
المرأة العاملة أحسن تكون عاملة لما تكون قاعدة في البيت. عشان ما إياك تأبي وهي قاعدة في مع الحمل ده. طيب دكتور طلب في خلال ثلاث معانا منو؟ يا نصير إزاي أحوالك؟ عليكم السلام ورحمة. نصير نصيرة ولا نصير؟ نصير. نصير ربنا ينصرنا جميعا إن شاء الله. يعطيك العافية. تفضلي. كيف بخير؟ أنا بخير والله الحمد لله حبابك عشرة. الله يسلمك. طبعا الزوج لي 12 سنة. نعم. ما خلتنا عن الحين ما خلت لي دكتور ما مشيت لي بالنسبة عن الحين 12 سنة ما حملتي انت؟ ولا 12 سنة حصل لك شهادات ولا كده ما فهمت انا السؤال يا نصير؟ خالص ها؟ النهاية ما حملتي خالص خلال 12 سنة دي؟ نعم 12 سنة ما حملتي؟ لا خالص والله يلا كل ما امشي بقول لي عندك التهابات حاده في تكيف في لحميه صغيره كده ما كبيره المهم عمرك كم سنه؟ 35 35 سنه زوجك قاعد معك في البلد ولا برا؟ لا قاعد اتزوج تاني ولا لا؟ نعم اتزوج في خلال 12 سنه دي هو اتزوج تاني ولا انت بس؟ لا خالص ما اتزوج تمام ان شاء الله ربنا يرزقكم ورغم انه يعني نحن بنتكلم الليله عن الحمل لكن نخلي دكتور طلب لو عنده سؤال ليكي ولا عنده اي زي ما بيقولوا مشوره ليكي يقول لك على الهواء تفضل دكتور طلب طبعا زي اخذنا يعني سوري الحاجات اللي ممكن تجيب عائق امام الحمل اللي هي ثلاثه اسباب عموما التبويض كويس الانابيب والحيوانات المنابيه هذا المثلث يعني الناس دائما بتبدا به تتاكد ان انابيبك سليمه ما فيها حاجه التبويض بتاعك كويس يعني ما عندك تكيس في المبايض وكده بالاضافه لانه الحيوانات بتاع زوجك سليمه دي الثلاثه عوامل المهمه دائما الناس بتبدا بها اذا دي كلها بقت ما فيها مشكله بعد ذاك ده بنسميه انكس بليد او ما في سبب واضح والنوع ده اللي هو ممكن احنا نحوله لناس الخصوبه نعم بنفس القدر اذا كان في اي مشكله في الانابيب برضه الشغل بتاع ناس الخصوبه خصوبه اذا كانت الانابيب كويسه والحيوانات المنويه كويسه تبقى المشكله بتاعت التبويض دي مقدور عليها بالتنشيط فحسب الهيستوري بتاعك ده والمسافه الطويله ده انا بنصحك انك تمشي لناس الخصوبه احسن لازم انت مشيتي قابلتي زول يا نصير طيب نصير يعني اذا ربنا ادانا عافيه يمكن كان معانا دكتور محمد عوض هو اخصائي بتاع خصوبه ايوه ورجل محترم جدا وزي ما بيقولوا نحن نفضل على دكتور طلب لكن حتى النساء والولاد بقت فيها تخصصات فانا بوعدك ان شاء الله في اقرب فرصه يكون معانا انا اديك كريت انا ب 12 سنه مولدتي تقابليه وتشوف الحاصل شنو ودائما اي بني ادم بيتعلق بقشايه انا بديك كريت ان شاء الله ما في مشكله حبابك عشرة انا افتكر هاي حقه دي محمد اغلب الاسئله هاي محمد جبناه وكان حلقتين نتكلم عن الخصوبه دي زي ما بيقولوا من الالف للياء واللي بتلقوها في صفحه في صفحتنا على الفيسبوك وفي اليوتيوب قاعده الحلقتين عن عن الخصوبه طيب في خلال الثلاث شهور الاولى في حاجات بيقول لك والله يا اخي ما تاكل يعني السيد الحامل ما تاكليها الكبده مثلا ممنوعة من انها تاكل كبدة؟ هي في ممنوعات؟ هي في ممنوعات وفي حاجات زي ما انت قلت الناس الكبدة اذا كانت مستوية ما نية دي واحدة من الحاجات الكويسة انك ذكرتها المفروض كان نذكرها في بداية الكبدة النجيضة ما فيها مشكلة النجيضة ما فيها مشكلة ما فيها مشكلة فيتامين A طبعا الناس يقول لك اي حاجة فيها فيتامين A الناس ما تاخذها اي فيتامين A بجرعة يعني لغاية 10,000 وحدة دي ما فيها حاجة يعني بعض المركبات دائما تلقى فيها فيتامين يقول لك والله ما تأخذها لا لكن فيتامينات إذا بقى أوفر دوز بجرعة كبيرة أكثر من 25,000 وحدة ده ممكن يعمل يترسب في الكبد ممكن يعمل هبوط في الكبد لكن بالجرعة المعقولة دي كويس لأنه مهم جدا في النمو بتاع النظر مهم جدا في النمو بتاع زي الأوميجا 3 وزي فيتامين دال هو مهم شديد جدا السكين او البشره بتاعت برضه هو بخش فيها بخش في النمو بتاع القلب بتاع الرئتين وبخش في حاجات كثيره جدا فده ما من الممنوعات اذا اخذ بالجرعه المعروفه يعني انت تمسك العلبه بتاعت الدواء دي شوفها فيتامين فيها قدر شنو ما طوالي بس قال لك فيتامين A تقول لا بالضبط هاي كويس
الحاجات الممنوعة اللي هي بيسموها الفاست فود، يعني فيه كيميكالز كثيرة جدا، الأكل زي ما بيقولوا المحضر خارجي. أيوة ناس الهوت دوغ ما بتعرف شنو كده، والبرجر. أيوة دي فيه حاجات كيميكالز أنت ما عارفها شنو. بعدين في لحمة كثيرة ما مستوية. الأندومي كيف؟ علم ده فيه كلام كثير جدا. ده بيت كثير خالص. أيوة لكن كويس. بعدين في السمك مثلا، في التونة مثلا، فيها في بعض التونة فيها كمية كبيرة من الزئبق. كويس. الساردين كويس جدا، لكن في تونة مثلا بتكون فري اوف ميركري، دي ما فيها مشكلة. عشان كده زول لو اكل ممكن في الاسبوع مرة ياكلها، لكن ما ياكلها يوميا لانه فيها كمية من الزئبق، دي برضو الناس حقه تجي فيها شوية. تمام. لكن الاسماك عموما بالعكس، الاسماك فيها كمية كبيرة جدا من الاوميجا 3. اوميجا 3 طبعا مهمتها بتخش في النمو بتاع البرين الشبكية. كويس. في كمية كبيرة برضو هي عندها دور في ال الاكتئاب اللي بيجي بعد الحمل. ايوه. فدي الحاجات المهمة الناس اللي ممكن. طيب ممكن نبلع حبوب الاوميجا 3 دي؟ طبعا هاي في حبوب جاهزة في الثلاث شهور الأولى في كل أثناء الحمل، ما في أي مشاكل، ما في أي مشكلة، ابلعوها وأنتم يعني زي ما بيقولوا مرتاحات. طلب استأذنك في فاصل إعلاني، خليكم معنا. مرحبا بكم مرة ثانية، ومرحبا بكل الناس اللي انضموا لمتابعتنا. وحديثنا اليوم يمكن عن الحمل وتفاصيل الحمل، يمكن يا دوب نحن في الثلاث شهور الأولى. وضيفنا العزيز دكتور عبد المطلب إمام، مستشار النساء والتوليد والحمل الحرج. دكتور طلب، يمكن في الثلاث شهور الأولى في واحدة من الحاجات يقول لك والله المرأة دي وحمة صعب، شنو هو الوحم اللي بيكون دائما في الثلاث شهور الأولى؟ وليه في ناس سيدات بيكون الوحم ده صعب جدا وسيدات وحم عادي، وفي ناس كتار من الرجال بيقول لك والله يا أخي المرأة دي بتستهبل شكلها؟ نسمع. طيب، هو الوحم فعلا بيختلف، الحمل بيختلف عموما من مرأة لمرأة، ومن حمل لحمل، ومن مرحلة لمرحلة. الوحم اللي هو بيكون الوحدة عندها طمام شديد جدا وصاحب باستفراغ شديد أكثر من اللازم. كويس. ودي الأعراض دي بتختلف، يعني في ناس مرات تكون لغاية الشهر الخامس ما عارفين نفسهم هم حامل ذات. كويس. يقول لك والله احنا ما قالنا الدورة غبت ساي. سوري. وفي ناس بيجون بصورة بسيطة، يعني ممكن يعني مقدور عليها، وفي ناس إلا يرقدوا مستشفى، يعني بيكون عندهم أي حاجة يقول لك المواد لو شربناها نحن بنطرش. كويس. ودي مربوطة طبعا بالهرمون بتاع الحمل اللي بتفرز المشيمة وكده. فدي بيختلف من زول لزول، وكل ما كان نسبة الهرمون أعلى، زي الناس اللي عندهم تيمانة وعندهم الحمل العنبي، ديل كمان نسبة الوحم بتاعهم تكون عالية جدا. هي طبعا ما حكاية بتاعت استهبال أو يقول لك عندها نفسيات، أبدا، دي حالة هي ما بيدها، يعني من حالات الصعبة جدا. يعني أنت المرأة بتكون كرهانة نفسها وكرهانة الناس اللي حوالينا، وبزعجة تقعد براها، والراجل بيكون زهجان يقول لك أنا رسلها لناس أمها خلاص. والوحم بتعب الراجل اكثر من المرأة. لكن لازم تصبر عليها، ما عندك اي حل غير انك تصبر عليها. هي مرحله لازم يعني في الثلاث شهور الاولى دي. في 5% ممكن الطمام ده والطوائد يمشي معهم لغايه نهايه الحمل، يواصل ممكن هاي بصوره او اخرى. طيب الليله في الثلاث شهور الاولى يمكن يعني في بعض المفاهيم اللي صححناها. خلينا نمشي بعد الثلاث شهور الاولى. دائما بيقول لك والله هي الإجهاض، أو يعني إنه أنا بخاف على البيبي أكثر في خلال الثلاث شهور الأولى. نعم. سبب شنو؟ هو الثلاث شهور الأولى بتكون فيها البيبي. كويس. البيبي ده قاعد جوا الحوض، يعني ما قاعد فوق هنا. زي القلب قاعد في القفص الصدري محمي، البيبي قاعد في الحوض جوا. كويس. إذا البيبي ده ما فيه مشكلة ما بتجيه حاجة، يعني في ناس بيرموا نفسهم من وطبر العالي عشان يشهدوا حوضهم بيتكسر، ممكن يخشوا عمليتين ثلاثة بنج عمومي. كويس. ما يحصل لهم أي حاجة. قرار المكينة كنت عليه زمان. قرار المكينة. كويس. ف يعني حكايتي أنا وقعت ركبت دقداق ما تعرف سافرت سفرة طويلة، ده ما بيأثر على البيبي. كويس. إلا إذا البيبي ده كان فيه مشكلة زي ما ذكرنا، هو بينزل لو ربطها في السرير البيبي ده حينزل إذا فيه مشكلة. كويس. إذا ما فيه مشكلة إلا تكون فيه أسباب تانية، جات حمى شديدة زي ما ذكرنا الأسباب اللي ذكرناها في الأول دي.
طيب الـ الـ الأمراض اللي ممكن تصاحب فترة الثلاثة شهور الأولى والأم أول ما جاءت واحدة من المشاكل دي من المفترض إنها حتى لو الليلة شافت الدكتور بتاعها لازم تمشي تقابل الطبيب طوالي، شنو بتخافوا من شنو في خلال الثلاثة شهور الأولى على الأم وعلى الجنين؟ في الثلاثة شهور الأولى زي ما قلنا التكوين بتاع البيبي بيحصل في الثلاثة شهور الأولى كويس، فإذا كان في أي مرض زي السكري زي الأمراض الغدة ضغط الدم دي كلها بتأثر بصورة عكسية على البيبي كويس، يعني السكري لو ما تزبط ممكن يعمل تشوهات بالنسبة للبيبي، ممكن يعمل إجهاض كويس، الحميات العالية شديد ممكن تعمل إجهاض، التعرض للأشعة كويس لأي سبب من الأسباب ممكن يعمل إجهاض، أخذ دواء أدوية ما مستحبة في الحمل ممكن يا يعمل تشوهات يا يعمل إجهاض، يعني دي الحياة اللي احنا ممكن نخاف عليها في الثلاثة شهور الأولى. طيب الليلة عادة كل الحوامل بخافوا من انه ياخذوا اي دواء خلال الفتره بتاعت الثلاثه شهور، وده حقه وده شيء طبيعي، لكن الواحد يكون عندها صداع البنادول ده تخاف انها تاخده، هي طبعا رأيك شنو في انه يكون عندها حمى او يكون عندها صداع وتاخذ شنو؟ هي طبعا دي واحده من الحاجات الكثيره الناس دائما تجيب فيها، لكن في النهايه المساله بتاعت بالانس موازنه. طيب انت الصداع ده لو ما اخذته ممكن ما تنوم الليل كله تكون صح. عندك صداع وعندك وجع بتاع ضرس اي ممكن يسهر بيك الليل ده كله ما تنوم صح، دي بتاثر على البيبي اكثر مما انك تاخذ بنادول صح، في الحاله دي تاخذ البنادول عند اللزوم، انت البنادول ده ما حتاخده كل يوم لكن عند اللزوم ممكن تاخذ بنادول، ممكن تاخذ حقن مسكنه، ودي ممكن من اكثر الاسئله اللي بيجوها الناس بيسالوها الصداع، اول الله مشينا بتاع الاسنان قال لي انت حامل انا دائما بقول لهم يا خفض انت حاسه اللي جاتك زايده، حنقول لا هل الزايد يقول لك انت حامل كويس حيدوك بني حيفتحوا بطنك دي صح او بمنظار صح فتح البطن ولا فتح الخشم كويس، يعني ممكن صحيح. اذا انت عاوز تعمل اشعه للاسنان تلبسها الواغي دي كويس وتعمل اشعه للاسنان عاوز تعمل اي مانوفر ما في مشكله، فدي من الحاجات الموازنات مهمه جدا، الموازنه ايوه هل انت زادت ولا ما اديت بيحصل شنو؟ جلال ممكن تفتح لنا التلفونات يا ريت عشان نسمع الناس دي، خدت لنا ارقام التلفونات عشان نقدر نتواصل مع كل الناس اللي بيتابعونا وحديثنا عن الحمل والمشاكل اللي بتكون مع الحمل. طيب دكتور طلب برضو خلينا في خلال الثلاث شهور الاولى، في خلال الثلاث شهور الاولى بيحصل تغيرات فسيولوجيه للسيده الحامل، شنو ابرز التغيرات الفسيولوجيه اللي ممكن نقول عليها يعني بالنسبه للام حاجه غريبه ودايرة إنها تكون مرتاحة؟ يعني مثلا هل بيحصل كبر في الثديين ولا الكلام ده بعد الثلاثة شهور الأولى؟ مثلا هل بيكون في فرازات زايدة من يعني عشان هم ما يقوموا يربطوا إنه والله يا أخي الحاجة اللي بتحصل دي ممكن تكون أب نورمال وهي أصلا تغيير فيسيولوجي طبيعي؟ طيب في البداية الرحم مجرد ما يحصل الحمل الكيس بتاع الحمل ده بيكبر، الرحم بيحصل له تمدد زي اللمبوبة لما تنفخها أيوة. ده بيقوم يعمل لهم آلام كده زي آلام الدورة كويس، ولأنه بيحصل ضغط على المثانة الرحم بيكبر بضغط على المثانة، الواحدة بتمشي سوري بتمشي الحمام كتير طيب كويس، والحكاية دي بيكون مصاحب معاه وجع ظهر آلام بتاع الظهر فمن سوري بيكون في ضربات قلب زايدة كويس، لأنه الكمية في الجسم بالزيت ضربة القلب بالزيت كويس، الواحد راسه بيبدأ يلف لأنه كمية كبيرة من الدم بتمشي للرحم، الكمية الماشية فوق بتقل كويس، الهرمون اللي بيفرج بتاع البروجسترون ده بيرخي كل الجهاز الهضمي، عشان كده الوصلة بين المريء والمعدة بتترخي بيحصل لهم ترجيع أو حرقان كويس، القولون بيحصل له ارتخاء فبيحصل إمساك كويس، فدي الحاجات الفسيولوجية اللي بتحضر عشان اللي بتحصل أثناء الحمل، فدي الوحدة لو ما من الأول هي عارفاها فالشكاوى هتكثر عشان كده كتر خيرك انت سوريت يعني أديت صورة كاملة لما يحدث في خلال فترة الحمل من تغيرات فسيولوجية بالنسبة للطبيب حاجة طبيعية، لكن بالنسبة للسيدة اللي ما بتعرف حاجة والتفاصيل بتعتبرها حاجة ما طبيعية. سارة من الكلاكلة، سارة طيب نسمع تلفون تاني معانا، تلفون تاني يا جلال منو؟ ما سامع؟
الو اوكي. طيب مشينا في الثلاث شهور الاولى وانتهينا من الثلاث شهور الاولى بالخير، في الثلاث شهور الثانيه شنو التغيرات اللي بتحصل؟ هل الفتره بتاعت المقابله بتاعت طبيب النساء والتوليد بتكون في فترات اقل ولا فترات اكبر؟ هي دائما زمان كان العكس، يعني حاسه انه يقول لك في البدايه تجي قريب، حاسه ده الترنس الماشي، في النهاية ما تجي أكثر. زمان كان بالعكس يقول لك مثلا في البداية تجي كل شهر كويس، لأن تمشي في الشهور الأخيرة كل أسبوعين ثلاثة، دي حاسة طبعا ما صحيحة. أصل الجديد شنو بقى؟ الهرم اتقلب. في البداية لازم تجي بصورة يعني زي ما بيقولوا دورية وقريبة. الكلام ده مطبق برا، لكن هنا ما مطبق. انفورشنيتلي هنا حد أسمع عكسين الناس، نفس الشيء ماشيين بنفس النظام القديم كويس، لكن بيعتمد على صحة الجنين وصحة الأم كويس. يعني إذا كان لغاية ما تتم الأربعين، إذا هي ما عندها مشكلة ما في داعي تجي أسبوعين ثلاثة، ممكن بنفس القدر كل شهر كل شهرين. طيب أسمع تلفون وارجع لك، لأنه القصة دي شوية مخلي الناس طاشينه. نعم. وكل مرة بيجوكم بيدفع لهم قروش يا دكتور طلب. نسمع رحاب من درمان. رحاب ازيك؟ عليكم السلام حبابك عشرة، أهلا وسهلا. الله يسلمك، رمضان كريم. الله أكرم يا ستي حبابك. تسلم إن شاء الله. تفضل يا رحاب. الله يخليك. انا كان قبل كده حصل لي حمل. نعم. وولدت ولاده مبكره في الشهر الثامن. اي وهسه لي تقريبا سنه واربع شهور ما حصل لي حمل. اي السؤال فكنت عايزه اعرف يعني انا الولاده المبكره دي جات من شنو؟ تمام. وعدم الحمل الثاني ما جاني ده يعني. تمام نخلي. ومتزوجه لي تقريبا زي اربع سنه كده. وعمرك كم سنه انت؟ عمري 35 سنة. 35 سنة تمام. الله يخليك. نخلي دكتور طلب إن شاء الله يجاوبك على سؤالك. إن شاء الله. الله يسلمك. ها دكتور طلب، رأيك شنو في كلام رحاب؟ هي الولادة المبكرة حقيقة عندها أسباب كثيرة جدا، زي ما ذكرنا في البداية، الحميات ممكن تعمل، التهاب البول الشديد ممكن يعمل، إذا كان في مشكلة في عنق الرحم برضو ممكن يعمل، إجهاضات متكررة كويس بعد الأربع شهور يعني كويس، أو يعمل ولادة مبكرة. إذا كانت في لحمية كبيرة جدا كويس ممكن تعمل إجهاض كويس، بالإضافة للأجسام المضادة، إذا كانت في أجسام مضادة طبعا هي ممكن تعمل إجهاضات متكررة، ممكن تعمل ولادة مبكرة، أو ممكن البيبي النبض بتاعه يقيف أثناء الحمل في أي مرحلة، وممكن يكون عندهم ضغط جنين نسبة لوجود الأجسام المضادة دي. بالنسبة لأنه كونه ما حصل حمل، حنرجع لنفس المثلث اللي قلناه قبل شوية، التبويض الأنابيب الحيوانات الثلاثة ديل المفروض يعمل لهم تشيك اب. طيب كويس. وغالبا الناس اللي بيكونوا ولدوا وبعد ذاك ما حصل، في الغالب المشكلة تكون في الأنابيب. طيب دكتور طلب نجي لصفحتنا، لأنه هو شكله نحن حنواصل الموضوع ده في حلقتنا الجاية، لأنه زمننا ما فضل فيه كثير، والموضوع الحمل والقرار بتاع إنه والله عنده أولاده مبكرة ما أولاده مبكرة، والمشيمة متقدمة والمشيمة ما متقدمة، الحمل فيه كمية من التفاصيل المحتاجة الناس تفهمها، لأنه الفهم بتاع السيدة أو الزوج نفسه هو أقرب طريق للمعرفة والوقاية من المشاكل. يعني أنا لما نزلت حلقة إنه بدي أتكلم عن مشاكل الحمل والنساء والتوليد، في واحد بعلق لي قال لي يعني نحن الليلة أوف وهو متزوج، مع انه في مفهوم خاطئ. انا عايزك توضح الجزئيه دي يا دكتور طلب. الزوج بيعتبر انه والله لما نجي نتكلم عن مشاكل الحمل والولاده هو ما عنده شغلانيه بالموضوع ده، هي المفروض تسمع الكلام، ولا رايك شنو انت؟ لا بالعكس طبعا، يعني هو دائما برا في البيرن كراف ده بيجيبوا الرجال والنسوان بيقعدون بيدوهم ليسنز مع بعض عديل كده كويس، فالراجل المفروض يكون في الصوره في اي حاجه، لانه السبورت بتاع المراه اثناء الحين مهم جدا بالنسبه للرجل، يعني ما يكون هو بعيد وهي تتحمل المسؤوليه بتاعت الحمل كلها، لانه ده سايكولوجيكال او نفسيا بخفف عليها كميه كبيره جدا من وبالعكس بيساعدها اثناء الولاده. شكرا على الكلام الجميل ده، السيدات الليله بكونوا صفقوا. طيب صفحتنا على الفيسبوك يا جلال نزلها لينا، معانا تلفون. طيب نسمع ام فواز. السلام عليكم. السلام عليكم حبابك يا ام فواز، ازي احوالك؟ تمام والله في نعمة الحمد لله. الله يخليك. اتفضل يا ام فواز. شكرا. انا رجع للدكتور. نعم. كنت حملت
ولسه ولادة قيصرية المخرج جيد. بعد ما ولسه 7 يوم كنت راكبة في المستشفى. نعم. يلا لما خرجوني من المستشفى ما عرفت الحاصل شنو. بعد 40 يوم ظهر لي كده سواد في كراعي اليمين. نعم. زي وريد كده. جيت تابعت مع الدكتور قال لي تطلع الشريحة لازم شنو؟ تكمل لي عدد الولادة. أفراد الأسرة عشان أنا أقدر أتصرف في الريشن. يلا مرة أنا الريشن فيه مشي. فبعد علاج طويل قمت حملت تاني الحمد لله. وهسه في ألم شديد يعني في الجسم أنا ما عارفة الحاصل شيء. أنا ما فهمت القصة يعني ما الدكتور طلب فهمت كلامه؟ أنا القصة ما فهمتها. أنت تزوجتي وولدتي ولا ولدتي بعملية؟ ولدتي بعملية قيصرية؟ لا قيصرية كان المشكلة في المخرج ضيق. عندك مشكلة في الحوض بتاعك، الحوض ضيق ولا دوكي قيصري صح؟ لا الحوض قلبي واسع بس المخرج ضيق. المخرج ضيق، طيب كويس تمام أها، طيب كويس أها. وولدتي بسلامة. كنت مركبة الشريحة لما مشيت أقابل قلت أنا في السنة الثانية ما في مشكلة كده دقيقة. بعد ما ولدتي ركبت الشريحة أنت؟ أي عشان نفهم واحدة واحدة، لأن ممكن تكوني مركبة الشريحة وحملتي. بعد ما بعد طلعتها بعد ما ولدتي ركبوا لك الشريحة صح؟ طيب المشكلة أيوة. شنو؟ طيب أهو بعدين؟ بعدين لما مشيت للدكتور بعد طلعتها سنة ونص أدتني فترة 3 سنة ثانية ما حملتها. طيب لما مشيت للدكتور قال لي تاني ما تحضي لا شريحة ولا شيء لتتم لي عدد الأسرة تتم يعني الحمل بتاعك كامل آه فهمت أيوة. كلامك أيوة أها سؤالك شنو لينا ما شخص لي إني ما لي أول ريحي تمشي لكن أنا بتألم يعني بحس بريحي زي الدارين دي المهم قامت داني علاجات في مكة بعد 3 سنة ونص وهسه ولسه والحمد لله تاني قيصري طيب لكن في ألم يعني ألم فظيع ألم في الرحم؟ الرحم ده يعني زي النازل. طيب نخلي دكتور طلب كده شكل الكلام بتاعه واضح. ايوه طبعا هي بعد ما ولدت بعمليه قالت انها 3 سنة ما حملت. ما حملت هاي. بعد ما طلعت الشريحه طبعا. هاي. عشان كده الدكتور نصحها انه ما تستعمل اي موانع على اساس انه هي ما حملت بهين. ودي طبعا نصيحه كويسه جدا. نعم. الألم بتاع سوري الألم بتاع الحوض يعني أسبابه كثيرة جدا التهابات البول في المثانة ممكن يعمل آلام في الحوض آلام المصران ممكن تعمل آلام في الحوض إذا كان في التهابات في الحوض ممكن تعمل آلام يعني ما في سبب واحد نقدر نقول هو يعني ما ممكن تقولي والله ده الرحم ممكن يكون عندك أكياس في المبايض هي ممكن تعمل برضو آلام فدي إلا الزول يعمل موجات يعمل فحوصات على ضوء يشوف لك السبب شنو معناها اللي تقابل دكتورك ذاته أيوة. ويشوفك عشان يحدد المشكلة لأنه في النهاية نحن بنحاول نوصل رسائل العلاج من خلال التلفزيون ولا من خلال الراديو صعب نحن بنحاول نوصل رسائل من خلال الناس دكتور طلب ديل نرفع الوعي بتاع الناس لكن ما بنقدر نعالج زول بأعراض لأنه يعني كما قال يعني أستاذة بروفيسور الضو مختار ربنا يرحمه ويغفر له إنه ما في علاج ولا تشخيص إلا والجسد حاضر فعشان كده لابد إنك تقابلي دكتورك وترجعي إليه وتشوفيه ولو احتجتي إنك تقابلي دكتور طلب برضو حبابك عشان تمام؟ طيب دكتور طلب في أسئلة عديدة ويمكن باقي لنا زي 5 دقائق صح يا باقي لنا 4 دقائق طيب كويس قالت هي حامل عندي غدة نشطة وهسه عندي 2 شهر في الحمل هل الغدة لها تأثير في الحمل عليك الله يا دكتور وليد وريني الإجابة على هذه الاستشارة ومشكور دكتور طلب وفقكم الله جدا إذا كانت هي ما مضبوطة عندها تأثير سلبي على البيبي يعني إذا كانت نشطة أو إذا كانت خاملة لازم تكون مضبوطة يعني في ناس كده لما يحصل الحمل بيقوم يوقف العلاج بتاع الغدة إذا كانت نشطة أو خاملة هي زيها وزي الضغط لازم يتظبط إذا يعني أنت عملتي الفحص بتاع الوظيفة بتاعة الغدة وأنت بتاخدي الحبوب ولقيتيه مضبوط معناه تستمري على الجرعة بتاعتك دي لأنه في ناس هم بياخدوا العلاج يقوموا يعملوا الفحص يلقوه مضبوط يقول والله مضبوطة يوقفوا العلاج لا المفروض تستمر في العلاج لازم تكون مظبوطة لأن التأثير بتاعه سلبي يعني الهرمون بتاع الغدة ده البيبي بيحتاج له إذا كان فيه هبوط في الغدة بتاعتك غدة خاملة السيروكسين اللي بتاخديه ده
مهم جدا للنمو بتاع البرام بتاع البيبي كويس، للحجم بتاع البيبي كويس، وعنده آثار برضو يعني فيه بيكون أكثر عرضة لأنه يجيهم ضغط جنين وكذا. الكلام ده برضو بينطبق عليه إذا كانت الغدة نشطة. طيب عبير، قلت لك دكتور عليك الله تكلم لنا عن ضغط الجنين، ممكن يكون ضغط ثابت، أنا عمري 25 سنة وجاني ضغط، ولدت قبل 20 يوم، ولدي سلف، والحمد لله عايز أعرف مسببات ضغط الجنين، وهل ممكن تاني يكون ثابت مع أي حمل، والاحتياطات الممكن أعملها إذا حصل حمل تاني، والحاجة دي ما حصلت معاي أنا بس حصلت مع أكثر من 10 نساء هنا عندنا في الحلة، وأنا ما تميت شهوري حتى ولدت من الشهر الثامن، وشكرا. أفتكر دي سؤال مهم جدا جدا، موضوع نعم ضغط الجنين ده. نعم ربنا يعوضك إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يعوضك. وضغط الجنين هو طبعا ده موضوع كبير زي ما قلت أنت، هو دائما بيجي للبكاري كويس يعني، وعادة الغالبية ما بتكرر في الحملة الثانية يعني، حتى في ناس بكاري بيجيهم كلبشة الحملة اللي بعده ضغطهم بيكون زيه وزي أي زول تاني يعني، نسبة إنه يتكرر بسيطة جدا يعني، ما بكون دايم، مجرد ما الوحدة تلد والمشيمة تطلع الضغط بينزل بيبقى طبيعي. فالبكاري هم الأكثر وضع. الحاجة اللي ممكن الناس تعملها إذا واحدة جاها ضغط في الحملة اللي فات، في الحمل ده دايم بنديهم أسبرين كويس من بدري كويس. وبرضه واحدة من الحاجات اللي ممكن نعملها، بنشوف هل الزولة دي ممكن إنه يجيها ضغط في الحملة الجاية أثناء الثلاثة شهور الأولى، ممكن تدعم الموجات صوتية، بنشوف الموجات بتاعت الشريان الماشي للرحم، ده بيورينا إذا كان الناس دي عندهم أو هم قابلية أو أكثر عرضة لأنه يجيهم ضغط جنين في الحمل ده، وبالتالي يكون أكثر مقابلات تكون أكثر يعني. دكتور طلب كتر خيرك يا أخي، نشوفك الجمعة الجاية إذا الله ادانا عافية، تعبناك معنا لكن غايته استحمل معنا شوية. تسلم إن شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية. كتر خيرك إن شاء الله. تسلم إن شاء الله، الله يخليك، الله يبارك. وكان معنا دكتور عبد المطلب إمام مستشار النساء والتوليد والحمل الحرج في دائما يوم الجمعة معنا، وإن شاء الله نواصل رحلتنا فيما يختص بالحمل والولادة، ومتين بيقرروا إذا كانت ولادة قيصرية ولا ولادة طبيعية. تفاصيل كثيرة بتختص بالنساء والتوليد محتاجة لرفع وعي والناس تعرفها كويس. نلتقي باكر إن شاء الكريم تعالى إذا كان في العمر بقية. تقبلوا تحيات والفريق العامل، في أمان الله.